السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السادس Open your box page number 70 lesson 3 Before we start let's go to learn the new vocabulary The first one Truth Truth حقيقة The second one Lie Lie يكذب The last one Tired tired متعب listen again truth lie tired read the following sentences اقرأ الجمل he said goodbye to his teacher قال مع السلامة لمعلمة our teacher told us a story أخبرتنا معلمتنا قصة لاحظ معي هون يا سادس said و told said بمعنى قال told بمعنى أخبر تستخدم say لما بدي أحكي شيء لشخص to say something to somebody أحكي شيء لشخص أما بستخدم tell tell somebody something بخبر شخص بشيء واضح؟ إذا هاي الفرق ما بين say وما بين tell say بمعنى يقول إني بدي أحكي شيء لواحد لا بدي أحكي إشي لشخص لشخص ما تل بدي أخبر شخص بشيء واضح إذا say بمعنى يقول tell بمعنى يخبر remember تذكر you say something to someone أقول شيء للشخص You tell someone something تخبر شيء شخص بشيء واضح؟ إذا هاي معطيني الاستخدام say something to someone إني أقول شيء لشخص ما tell someone something أخبر شخص بشيء fill in the blanks with the correct form say or tell أكمل النص الجمل عندي هون We have seven sentences سبع جمل بدي أكمل الجمل هاي في عندي فراغات بدي أعبي الفراغ باستخدام say أو tell طبعا مش بس أحط say أو tell بدي أعدل الفعل إذا كان الزمن ماضي بدي أحط said قال ماضي told أخبرة واضح إذا كان عندي الزمن مضارع معناتها بدي أنتبه إذا كان عندي سمبل بريزنت أنتبه على السبجكت إذا السبجكت مفرد أو جمع إذا مفرد معناتها بدي أحط له الفعل أس أو إي أس إذا جمع السبجكت معناتها بدي أخلي الفعل زي ما هو سي أو تول أو تل عفوا واضح؟ طيب الحكي اللي بحكيه راح أمشي معكم جملة جملة أوضح الزمن نوضح شو اخترنا شو راح نعمل على الفعل نمبر وان هي مي ذا أخبرني الحقيقة تروث الحقيقة، دائمًا يا سادس الحقيقة واضح؟ يخبر بالحقيقة، تمام؟ الحقيقة والكذب يخبر، يعني بدي استخدم معاهن تل، واضح؟ شو بدي استخدم معاهن؟ تل، طيب هي مي ذا Truth، حكى الحقيقة، الآن من قراءتي للجملة، الزمن ماضي أخبرني وخلص في الحقيقة، صح؟ إذن تل بدي إياها على verb to ماضي، شو ماضي تل؟ تل ماضيها told he told me the truth أخبرني بالحقيقة. Number two she always hello to her parents always always بتدل على أي زمن؟ بتدل على زمن المضارع البسيط، نستذكر مع بعض قواعد. simple present طيب بما إنه simple present معناتها بدي اطلع على السبجكت السبجكت هون شو عندي شي مفرد ولا جمع شي مفرد طيب بما انها مفرد بدي اروح اطلع على الفعل الفعل اما سي او تل قال مرحبا اذا مين الفعل المناسب سي ولا تل قال اللي هي الفعل المناسب سي طيب سي بطلع على نهايتها هل انتهت باحد الحروف السته اللي هن نستذكرهن مع بعض يا سادس سي او اس او الاكس او الزد او الاو او الدبل اس هل انتهت باحد هاي الحروف لا ما انتهت بهذه الحروف معناتها ما راح احط اي اس للفعل شو راح احط له فقط اس اذا شو راح تصير She always says hello to her parents. هي دائما تقول مرحبا لوالديها واضح عرفنا شو سبب الاختيار يا مس أول إشي حددت الفعل سي أو تل الفعل say لأنها بمعنى قال قالت مرحبا طيب بطلع على الزمن الزمن مضارع بسيط بطلع على السبجكت singular ولا بلورال السبجكت singular الفعل ما انتهى بأحد الحروف الستة إذا فقط رح أحط له أس كان يو مي تايم هل ممكن تحكي لي كم الوقت كان يو هل ممكن تخبرني كم الوقت إذا شو الفعل المناسب say or tell tell طيب كان يو مع المودلز فعل مجرد عندي يو يو جمع إذا كان يو tell me the time هل ممكن إنك تخبرني الوقت number four I never lies أبدا ما بكذب حكينا التروث أو اللاي الحقيقة أو الكذب بيجي معها الفعل مين؟ الفعل تل يخبر طيب بطلع على الزمن نيفر نيفر بتدلني على أي زمن؟ النيفر من الأدفيرب أوف frequency اللي هن من إحدى الأدفيربس أوف frequency إذا معناتها بتدلني على أي زمن؟ على السمبل بريزنت طيب بدي أروح أطلع على السبجكت السبجكت أي أي تعامل معاملة الجمع إذن الفعل يبقى مجرد I never tell lies أبدا لا أكذب Number five, our teacher us a secret حكتلنا معلمتنا سر Our teacher us a secret أخبرتنا بسر معلمتنا أخبرتنا بسر طيب أخبرتنا إذا شو الفعل؟ الفعل tell طيب الآن حكت حكت لنا سر تمام الزمن simple present our teacher مفرد بما إنها مفرد إذا بدي أروح أطلع الفعل الفعل تل انتهى بالأل هل الأل من أحد الحروف الستة؟ لا إذا شو بدي أحط لها؟ بس بدي أحط لها أس our teacher tells us a secret أخبرتنا بسر number six. I you to bring your dictionaries. حكيت لك جيب معك القاموس. I you to bring your dictionaries. I tell طيب tell حكيت لك إذا الزمن ماضي. I told you to bring your dictionaries. أخبرتك بأن تحضر قاموسك. Number seven. You nothing when I asked you حكيت لي ولا إشي لما أنا سألت لك إذن حكى له nothing لا شيء اللي هي مين رح تكون الفعل say or tell الفعل say طيب بما إنه ماضي إذا you said nothing when I asked you أجبتني بلا شيء عندما سألتك واضح؟ فهمنا يا مس مع الممارسه راح تعرف تحل بشكل سريع بهمني تفهم معنى الجمله عشان تعرف تحدد راح تختار سل او تي او تل سي او تل سي حكينا اني انا بدي احكي شيء لشخص اما تل بدي احكي له بدي احكي لشخص شيء واضح بمعنى يخبر واضح يا مس بالنسبه لزمنهم بطلع على زمن الجمله إذا ماضي معناتها told أو said إذا مضارع معناتها says أو tells واضح؟ Okay Now let's move to exercise number two Complete the following sentences with an adjective from the box عندي صفات في الصندوق بدي أكملها في الجمل باستخدام أحد هاي الصفات المناسبة The first one late متأخر The second one tired متعب The third one nervous غضبان The last one sick مريض Number one The cold weather made the baby الطقس البارد يجعل البيبي ماله Look at the picture The cold weather made the baby sick مريض يجعله مريض دائما يا سادس الصفة تصف الاسم، الـ Adjective تصف النون، sick مين وصفة وصفة الـ baby، الـ واضح؟ Number two playing basketball for a long time makes me لعب كرة السلة لوقت طويل يجعلني makes me tired متعب playing basketball for a long time makes me tired number 3 traffic was very slow and made him كان المرور جدا بطيء وخل, uh, and made him وجعله late متاخرا and made him late number 4 drinking too much coffee made me شرب الكثير من القهوة يجعلني made me nervous غضبان. drinking too much coffee made me nervous واضح يا سادس؟ بهيك بنكون انهينا حصة اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.